ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا بفيديو جديد وحلقه جديده. رجعنا نعمل ستيفلر رياكشن جديد على موسم افلام عيد الفطر. كل سنه وانتم طيبين. تقريبا خلاص فاضل 10 ايام 9 ايام وعيد والعيد الفطر يعني قرب. مش عارف كام بالظبط لان انا ما اعرفش الفيديو ده هينزل امتى، فعشان كده ما تقوليش لو انت في غيبوبه للدرجه دي انت ما تعرفش النهارده كام في الشهر وكده. لا يعني انا ما اعرفش هو الفيديو ده هينزل النهارده بتاريخ النهارده ولا بكره ولا بعده، والله اعلم، لسه مش عارف يعني. فعشان كده بقول لكم هيكون بعد ما الفيديو ده نزل هيكون فاضل على رمضان مثلا 8 9 10 ايام كده يعني، فاهمين قصدي ازاي؟ افلام عيد الفطر من كام يوم كده كانوا عمالين ينزلوا تريلرز، فحبيت ان انا اعمل تريلر رياكشن. طبعا ما نزلوش كل حاجه كالعاده، انا مش فاهم ليه، فيعني ما اعرفش يعني حاجه غريبه جدا يعني. بصوا، هو الافلام اللي هتنزل في موسم عيد الفطر معانا، اول فيلم يعني نقوله كده سريعا، اول فيلم معانا فيلم زومبي اللي هو بتاع نجوم مسرح مصر يعني. هنيجي للكاست وهنيجي لكل حاجه بعدين، لان الحلقه دي هتبقى حلقه بنتكلم فيها على موسم افلام عيد الفطر، وفي نفس الوقت هنعمل لها تريلر رياكشن، لان يعني كل التريلرز اللي نزلت لحد دلوقتي انا ما اتفرجش على ولا تريلر منهم، فمنها هتكلم على افلام العيد وفي نفس الوقت هعمل تريلر رياكشن. الفيلم الاول هيبقى معانا في العيد هو فيلم زومبي، وبعد كده عندنا فيلم اشباح اوروبا، الفيلم اللي كان متاجل تقريبا من 3 سنين يعني من ساعتها، وفيلم كانش لسه نزل، غالبا بنسبه كبيره هينزل في عيد الفطر الجاي. الفيلم الثالث هو فيلم اسمه واحد تاني، وهو فيلم ليه احمد حلمي، التريلر لسه نازل النهارده يا جماعه. وبعد كده دول يعني دول الثلاث افلام اللي هم هيبقوا كونفيرمد في العيد، يعني دول خلاص سكيور اكيد في العيد دول هينزلوا. تمام، بالنسبه للافلام الثانيه اللي ممكن تنزل في موسم عيد الفطر لسه برضو نوت شور، هو فيلم العنكبوت اللي هو بتاع احمد السقا. الفيلم ده برضو كان متأجل تقريبا بقاله بتاع سنتين او ثلاث سنين حاجة شبه كده يعني في الرينج ده. وكان في فيلم تاني اسمه السرب اللي هو برضو بتاع احمد السقا برضو لسه ما نزلش، برضو تقريبا متأجل بقاله بتاع سنة ونص برضو او داخل في سنتين حاجة برضو شبه كده في الرينج ده. فعندي احساس ان غالبا فيلم منهم او فيلم واحد من الاثنين هينزل في العيد ده، معرفش ليه عندي احساس يعني. العنكبوت او السرب يعني، فيا ده يا ده هينزل. وعندنا فيلم تاني هينزل اسمه ليله العيد، برضه ده لسه نوت شور هينزل فعلا في العيد، هينزل فعلا في العيد ولا هيتاجل لسه برضه مش عارفين. ده حاجه بتاع يسرا. وعندنا فيلم اسمه فارس، غالبا ده برضه هيبقى السكيور في العيد يعني، هينزل برضه فور شور برضه في العيد غالبا بنسبه كبيره. لان ابتديت اشوف صور ليه على فيسبوك ان هو ده برضو احتمال كبير هيكون من ضمن افلام عيد الفطر. وعندنا الفيلم الاخير بتاعنا بس ده برضو نوت شور، وهو فيلم اسمه الجواهرجي، وده هيكون بتاع محمد هنيدي. فاتمنى بصراحه ان فيلم زي ده ينزل في العيد يعني، انا متاكد مليون في الميه ان فيلم زي ده لو نزل في العيد ده هيبقى اكتساح يعني، زي فيلم برضو الانس والنمس تتفق او تختلف، فيلم حلو وفيلم مش حلو، عجبك ما عجبكش. الفيلم كان على ايرادات تقريبا يعني على ما اظن تقريبا، وتقريبا ما كانش نزل في موسم عيد، اي ثينك ما كانش نزل في موسم عيد، اي ثينك مش فاكر على ما اتذكر يعني، تقريبا مش فاكر، او كان نزل في موسم عيد مش فاكر صراحه، كان السنه اللي فاتت الكلام ده ولا كان السنه دي. برضو بقول لكم غيبوبه غيبوبه يعني، انا رمضان يا جماعه معلش اعذروني، هتلاقي الدنيا كلها دخلت في بعضها، انا اسف جدا يعني، فمعلش اعذروني يعني، مفيش قهوه مفيش حاجه بفوق يعني. انا دلوقتي احنا فاطرين وكل حاجه وخلاص داخلين على الساعه 12 بس تمام، بس برضو انا دي بتضرب في رمضان يعني ما بتبقاش ستيبل يعني، معلش انا اسف يعني. والفيلم الاخير اللي هينزل برضو في العيد وده طبعا وش هو الفيلم الذي يعني اول لما ينزل التذاكر بتاعته لازم نحجزها، وده هيكون فيلم موسم عيد بصراحه هتبقى مفاجاه كبيره جدا اللي هو هيكتسح، وانا متاكد مليون في الميه وبقول لكم هو من دلوقتي قبل ما موسم عيد الفطر 2022 يبدا الفيلم ده هيكتسح موسم افلام عيد الفطر 2022، وهو فيلم دكتور سترينج مالتيفيرس اوف مادنس. الفيلم ده هينزل في العيد يا جماعه عشان تبقوا عارفين، بس تبقوا عاملين حسابكم تقريبا هينزل 4 مايو او 5 مايو، فهو غالبا هيكون تاني او تالت يوم العيد يعني، فاعملوا حسابكم يعني، وهيكون اكتساح خدوها مني. لا هتقول لي بقى احمد حلمي ولا هتقول لي مسرح مصر، هيكتساح انا بقول لكم.
جماعه سبايدر مان لما نزل مش عارف تقريبا جاب 60 مليون ولا 70 مليون، انتوا بتتكلموا في ايه يعني؟ ده في يعني في ارقام افلام مصريه كانت في وقتها نزلت ما جابوش الارقام دي يعني، فانتوا بتتكلموا في ايه يعني؟ خلينا الاول في الافلام العربي. الفيلم الاول اللي احنا هنتكلم عنه هو فيلم الزومبي، وهو من بطوله نجوم مسرح مصر طبعا، علي ربيع ومحمد المرغني وكريم عفيفي، وبعد كده عندنا ويزو، وتقريبا الباقي ضيوف شرف على ما اعتقد هم محمد محمود وعارف عبد الرسول. اتمنى محمد محمود ممكن يبقى ليدنج اكتر معاهم. مش عارف، مش حاسه بروميسنج من قبل حتى ما اشوف التريلر. اتمنى ان هو يبقى عدل. يعني مش فاهم برضو زومبي ايه بالظبط يعني، زومبي ايه لمؤاخذه يعني؟ عاملين حاجه شبه كوفيد 25 مثلا بتاع يوسف الشريف بس بطريقه كوميدي يعني، الله اعلم. المخرج عامه عمرو صلاح، يعني برضو يعني في حاجة يعني ممكن تدي لي الإيحاء إن ممكن أتفائل شوية إن هو كان مخرج فيلم قلب أمه اللي هو بتاع شيك وهشام ماجد، فدي برضو ممكن تكون نقطة تفاؤل، بس في نفس الوقت مش نقطة تفاؤل قوي إن هو كان المخرج بتاع ديدو. فديدو ما عجبنيش بتاتا يعني، كواحد من أسوأ الأفلام العربي شفتها في آخر كام سنة يعني. طبعا كالعادة ما شوفش التريلر ولا مرة، هو تقريبا ده تيزر كمان مش تريلر، ما شوفيش التريلر هو تيزر. كالعادة ما شوفش التريلر ولا مرة، أشوفه معاكم دلوقتي لأول مرة. فيلم زومبي، يلا بينا. يا اسطى جمعه انت فين يا اسطى؟ يا اسطى يا نهار اسود يا جدعان يا جدعان، ما لقيتش يا اسطى جمعه، لقيت ايده بس. انا كده ابقى خدت بايده. ساكتين ليه؟ عشان ايه يا جدعان؟ ما تبصش وراك هو بصوا، هو من ناحيه الاخراجيه حاسه هيبقى متكلف يعني، حاسه هيبقى لا يعني هتحس انه في ممكن هيبقى هتحسه جامد يعني، الفيلم هتحسه جامد. مش من ناحيه الافيهات، انا مش بتكلم عن ناحيه الافيهات يعني، عشان ما تقولوش مش من ناحيه الافيهات خالص، انا بتكلم على اخراجيه شكله هيبقى تقيل يعني، تحس ان الفيلم انتاجيا برضو مصروف عليه. ف مش عارف هل هيبقى حلو ولا لا. محتاج طبعا اشوف الاوفيشال تريلر طبعا قبل ما اخد خطوه واطلع قرش من جيبي واخش اتفرج على فيلم زي ده يعني. انا اسف يعني، بس انا مش عارف، تحس ان هو برضو هيكرف شويه على ممكن ووكينج ديد مثلا، الطريقه بتاعته الطريقه على ووكينج ديد مثلا، زومبي لاند مثلا اور سمثينج، ترين تو بوزان هيتريقوا، كوفيد 25 يمكن هيبقى في افيه اكيد مرمي في النص بتاع كوفيد 25 اكيد، يمكن يوسف الشريف، الله اعلم. كل الحاجات دي برضو وارده يعني. مش بروميسنج، انا بالنسبه لي مش بروميسنج خالص الفيلم، ومحتاج الاول اشوف الاوفيشال تريلر يعني. لا هيبقى صعب، حاسس ان هيبقى فيلم هيبقى تقيل على قلبي يعني، مع كامل احترامي لكل الممثلين الموجودين، بس حاسه هيبقى صعب بالنسبه لي انا كوميديا ان انا ادفع فلوس واخش فيلم زي ده يعني. انا اسف يعني، مش هقدر، ما اعرفش، هشوف الاوفيشال تريلر عشان برضو ما احكمش. انا يعني ترقبي للفيلم هو 3/10 مش اكتر من كده صراحه يعني. خش على الفيلم اللي بعديه. الفيلم اللي بعديه هو فيلم اشباح اوروبا، هو الفيلم اللي برضه المفروض ان هو هينزل فيه عيد الفطر. فيلم من بطوله هيفاء وهبي واحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، اروى جوده، بيومي فؤاد، عباس ابو الحسن، باسم السمره، والفيلم من تاليف امين جمال وكريم فاروق، ومن اخراج محمد حمائي. محمد حمائي ده مخرج يا جماعه، مش محمد حمائي المغني، عشان في ناس برضه دايما بتتلخبط، فدايما بيقولوا يعني هو اسمه محمد حمائي، بس دايما حاطط في النص محمد عبد الرحمن حمائي عشان ما يتلخبطوش تشابه اسماء وكده يعني. هو ليه اصلا ليه مسلسل شغال السنه دي في رمضان اللي هو بابلو يعني، طبعا ما حدش اتفرج على المسلسل ده اصلا ولا حد يعني عبر، وكان برده كان عامل من كام سنه برده شاهد عيان اللي هو كان بتاع حسن رداد برده فاهم. اوكي مش عارف، قبل ما اشوف التريلر برده مش عايزين نحكم على حاجه ما شفناهاش قبل ما شفنا يعني، ما شفناش التريلر فمش عايزين نحكم على الفيلم يعني. فنشوف الفيلم، نشوف الاول التريلر يعني هيكون بيتكلم عن ايه يعني. على الرغم ان الفيلم ده كنت عامله قبل كده تريلر رياكشن على فكره، كان اوفيشال تريلر ولا كان تيزر والله ما فاكر يعني. انا بكلمكم في حاجه بقى لها تقريبا سنه ونص تقريبا مثلا يعني، او سنتين، لا سنه ونص يعني، كان من زمان قوي 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 يعني. يلا بينا نشوف التريلر بتاع اشباح اوروبا، والفيلم الثاني بتاع افلام عيد الاضحى، نشوف نطيت سنه على طول عيد الفطر، يلا بينا. Thank you.
دلوقتي انتوا مين؟ المبلغ اللي هي سايباه لكم 10 مليون دولار. انا شارع من صبعي اصفيكم انتوا الثلاثه. احنا الثلاثه كنا ضهر بعض. الغلطه عنده بموتي. ده بركه. انا عايز ثلاث حيوانات. نتفق الاول. مش واثق فيهم. ده اللي عاش معانا طول عمره عمل فينا كده. ما دول هيعملوا فينا ايه؟ اليخاندرو ما بيعملش حاجه ببلاش. ما كانش ينفع نعمل معاهم حاجه غير كده. المصلحه دي لو ما شبطناش فيها السن هتروح مننا ومش هترجع تاني. على ارضي في ملعبي. دان 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 هناخد قشين من المره دي ونخلع على مصر. هياخدوا غرضهم مننا ويبقلشونا. ايه اللي بيحصل؟ فهمني يا مرضى. انطر ياد من هنا على رجليك بدل ما اخلي اخواتي وانطرك وانت متدش. هي كلها بقت نخانيخ ولا ايه؟ رجاله كتير وما عنديش اكتر من طلب. ايه تريلر طويل قوي، ايه ده يخرب بيت كده؟ ده تقريبا حرقوا الفيلم كله. انا تقريبا عرفت قصه الفيلم اصلا والفيلم هيخلص على ايه والفيلم هيبدا على ايه بكل الاحداث اللي عرفناها في التريلر دي. برضو نفس موضوع فيلم، انا بالنسبه لي نفس موضوع زومبي بتاع فيلم بتاع علي ربيع، برضو عندي نفس المشكله. يعني تحس ان هو اخراجيا تحسه محترم، انتاجيا مصروف عليه، بس حاسس ان برضو القصه زيرو. يعني خصوصا انا زعلت جدا 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 من اخر فيلم شفته لاحمد الفيشاوي، لان انا بصراحه كنت داخل الفيلم اللي التريلر كان بجد كان عاجبني جدا، وبالذات في اوله كان حلو، وبعد كده ابتدى يبوخ بطريقه التلازينه. يعني فيلم اللي هو 30 مارس على ما اعتقد اسمه، 30 مارس اللي هو كان بتاع دينا الشربيني وفيشاوي، وكان فيه ممثلين كتير. يعني اخر فيلم كان فيشاوي تقريبا عمله يعني. كان بايخ للاسف، كان بايخ. ترقبي للفيلم برضو هيبقى 4/10، مش اكتر من كده للاسف. انا ما اعرفش، انا مش عارف اذا كان التريلر ده انا كنت عامل له قبل كده تريلر رياكشن ولا ده تريلر تاني، لان انا بكلمكم يا جماعه في حاجه حرفيا من سنه او من سنه ونص. فانا حرفيا حتى لو كنت عملت له تريلر تاني، تريلر رياكشن تاني، انا ممكن، انا حرفيا مش فاكر اصلا اذا كان هو ده ولا لا. يعني ف برده مش قد كده بالنسبه لي، مش ما اعتقدش برده ان ده هيكون فيلم من افلام العيد اللي ممكن اخشها. بالنسبه للافلام العربي، عندنا الفيلم الاخير اللي نزل له الاوفيشال تريلر بتاعه، وهو فيلم واحد تاني، وهو الفيلم بتاع احمد حلمي. فيلم هو من اخراج محمد شاكر خضير، ده هو عمل بصراحه مسلسلات حلوه يعني، لا عمل اعمال جامده يعني، مش عايز اتكلم يعني. وعمل فيلم هاتولي راجل، انا الفيلم ده بحبه جدا على فكره، يعني ده من الافلام اللي بجد حقيقي بتضحكني يعني. اخراجيا برضه هو تقيل، خلي بالكم يعني، هو كان عمل جراند اوتيل، وكان عمل في كل اسبوع يوم جمعه، وكان عامل نمره 2، لا مخرج جامد، وكان عامل تقريبا برضه لا تطفئ الشمس، فمخرج تقيل يعني مش اي حاجه يعني. والتاليف ليه هيثم دبور. في الكاست ليست معانا احمد حلمي وروبي وسيد رجب وعمرو عبد الجليل، نايس، نسرين امين، واحمد مالك. اوكي احمد مالك احمد حلمي، ذاتس ويرد. اوكي بصراحه يعني انا شايف من وجهه نظري احمد حلمي من بعد اكس لارج خايش فشل يعني بجد. بعد اكس لارج يعني احمد حلمي بالنسبه لي يعني خلاص انتهى. انا بالنسبه لي احمد حلمي بعد اكس لارج انتهى. كل الافلام اللي جت بعد اكس لارج كلها بصراحه بالنسبه لي كانت فس يعني، مش حلوه خالص. على جثتي، صنع في مصر، لف ودوران، كل الافلام كان اسمه ايه الاخير، الفيلم الاخير اسمه ايه بتاع ام كلثوم بتاع الكليه ده، ولا كان اسمه خيال مآتة. الفيلم ده كان سخيف لدرجه لابعد الحدود. انا يعني فاكرين يا جماعه السنه اللي فاتت لما عملت له تريلر رياكشن، يعني اول مره في حياتي اشوف فيلم ينزله الفيلم بتاعه في السينما قبل ما ينزله التريلر بتاعه. يعني الفيلم نزل من هنا يعني لحد اخر يوم العيد كنت عايز اخشه، مش عارف انا دخلته ولا مش فاكر دخلتوش، والله ما فاكر يعني، او شفته بعد كده على منصه من المنصات. يعني اول مره في حياتي اشوف فيلم ينزل وبعد كده التريلر بتاعه ينزل بعد الفيلم لما ينزل في السينما، دي حاجه انا ما شفتهاش في حياتي يعني. يعني الفيلم فعلا كان سخيف سخيف يعني. ده مفروض يبقى الفيلم الطوق النجاه بتاع احمد حلمي. احمد حلمي لو خيش كمان في الفيلم ده يبقى خلاص كده احمد حلمي كل سنه وانتم طيبين. ده معانا اخر تريلر لفيلم مصري، وبعد كده هنيجي لدكتور سترينج بعدين. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، اشوفه معاكم اول مره. يلا بينا. اللي حصل لي ما حصلش لحد.
اسمي اكس، وان شاء الله انا كمان هكون مثل اعلى في يوم من الايام. بقى معقول حد يسيب القعده المريحه دي عشان ينجح النجاح الفاشل ده؟ مصطفى وانت يا مصطفى بقى عملت ايه كل السنين اللي فاتت دي؟ يا اكس انت كنت اصيع واحد في صحاب اختي، انت كنت مثل الاعلى. ما تضيعش نفسك في قعده الكنبه. تسال نفسك يوميا اين ذهب الشغف؟ انا عامل عمليه بترجع لك الشغف، الحماس، طاقة بتاع زمان. استعد لاستعادة الشغف والطاقة. وشغف أمي أنت عبيط. بدون جراحة، بدون ألم، مع اللبوسة ذات الومين. لبوسة؟ تجرب؟ واللبوسة دي بكام؟ ممكن تقولي الغرض من القرض؟ مش هينفع أقول لك حاجة. اللبوسة. اتفضل على الجهاز يا فندم. أنا مبسوطة أوي. وآخر حاجة توقعها إنك ممكن تعمل حركة مجنون زي دي. عمالة تكبر في خيالي، أنت تحفة. محدش مصدق اللي انت عملته. شفت؟ ولا تقول المخلوق مهما كان مين اللي احنا واخدين لبوسه. اللي انا كنت خايفه منه حصل. بس في حاجه ما مشيتش بشكل صحيح. هو ايه اللي ما مشيش بشكل صحيح؟ لبوسه وبتتحط يا جماعه بقى. ربنا يستر ما بقاش حصل لك زي الحاله بتاعت امريكا. هو ايه اللي حصل حتى امريكا؟ انا الظابط. انا مش عارف اروح. انا عايزه حي او عايش. ايه الدخله دي؟ يا لهوي. يا بنتي انا اكس. انا خايف. يلا عشان نروح لدكتور الوان. انا بضرب نفسي 100 صرمه من قلتلك على النور. ما ينفعش تخرج اللبوسه اللي جوه ويا دار ما دخلك اي حاجه. فكده يبقى احنا الاثنين اول واحد يحصل له اللي حصل ده. هحكي لك. اوكي ساوندز انترستينج وساوندز نايس، مش وحش. عجباني الفكره ان هو واحد تقريبا كان بيعمل فيديوز وفلوجز وبتاع ومش عارف ايه وكده، وكان عنده شغف الفيديوهات، وبعد كده الشغف راح منه فترة، وبعد كده اكتئب، وبعد كده اكتشف ان في البوسة بيحطها بيرجع يعني تاني يكون عنده شغف. والله فكرة شكلها مش وحشة يعني. بصوا هقول لكم حاجة، عندي احساس ان الفيلم ده هيكون يعني غير ان هو هيبقى حاسه ان هو هيبقى وش دارك كوميدي يعني، هيبقى حاسه هيبقى لذيذ والطف بكتير من الافلام اللي فاتت، تمام؟ بس don't expect حاجة كبيرة قوي يعني، ما تعلوش قوي بالhigh expectation بتاعتكو عشان احمد حلمي نزل فيلم ومش عارف ايه ويلا بينا. بس الفيلم ده حسه هيبقى حلو يعني، هيبقى حلو افضل بكتير من الافلام اللي فاتت، بس برضو مش اللي هو يعني مش مستوى ظرف طارق، زكي شان، مطب صناعي، اكس لارج، عسل اسود، الحاجات دي كلها، فاهمين قصدي؟ يعني ما تعلوش قوي بالexpectations، بس حاسه هيبقى افضل نسبيا من الافلام الكحيانه اللي كان عاملها قبل كده يعني، سواء على جثتي ولف ودوران ومش عارف صبعي في مصر والافلام الحمضان اللي هو كان عاملها دي اللي فاتت دي كلها يعني. بس اوفر اول شكله مش وحش، شغال. لو فكرت في العيد ان انا ادخل فيلم عربي غالبا هيبقى ده يعني. انا شايف كتريلر وايز، مش كموفي وايز، كتريلر وايز ده افضل من الفيلمين التانيين يعني، سواء زومبي او اسمه ايه ده واشباح اوروبا. فغالبا لو هخش فيلم عربي في العيد غالبا هيكون ده، غالبا الله اعلم. ترقبي لي، مش عايز احط برضو هاي اكسبكتيشن زي ما قلت، اتمنى لو شفت الفيلم ده في العيد يعلي على سقف طموحاتي او سقف توقعاتي قصدي، مش عارف. ترقبي للفيلم ده 6.5، مش عايز احط اكتر من كده كاكسبكتيشن يعني. كده الافلام العربي خلصت، عايزين نخش على طول على الفيلم اللي هينزل واللي هيفشخ الدنيا واللي هيقلب الدنيا في موسم عيد الفطر، فيلم الانجليش اللي هينزل في العيد. وافتكروا يا جماعه ان الفيلم ده هو في ايرادات، يا ايرادات هيحط على باقي الافلام العربي، خدوها مني وهتشوفوا. ولو ده ما حصلش يا عم انا ما اعرفش حاجه، تمام؟ الفيلم ده لو ما كسرش انا هكلمكم كجنيه، انا هكلمكم في مصر، ماليش دعوه بامريكا، في مصر انا بتكلم في مصر. الفيلم ده لو ما كسرش، الفيلم ده لو ما كسرش ال 10 مليون جنيه في اول اسبوع او اول اسبوع ونص يبقى انا ما اعرفش حاجه، تمام؟ ديل. عايزين نعمل تريلر رياكشن ل دكتور سترينج مالتي فيرس اوف مادنس، تمام؟ احنا كنا اوريدي عملنا له تريلر رياكشن قبل كده، بس كان الاوفيشال تريلر ده اتس ا تي في سبوت. تي في سبوت هو كام يعني، هو مش كتير يعني، مش طويل، تمام؟ بعنوان اسمه دكتور سترينج مالتيفيرس اوف مادنس، اسم التي في سبوت اسمه ريدي. فده تقريبا ده اخر حاجه نزلت لدكتور سترينج، لان خلاص دكتور سترينج هينزل تقريبا يوم 4 او يوم 5 مايو،
فاحنا بنتكلم يعني في حاجه بقى يعني كمان اسبوع او اسبوعين يعني زي في العيد زي ما انا قلت يعني. فيلا بينا نشوف اخر حاجه نزلت لدكتور سترينج واكيد هتبقى جامده فشخ وش من غير ما اشوف يعني. يلا بينا. لا 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 ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي حصل ده ايه اللي حصل ده؟ هو الفيلم ده نزل 3D صح؟ اوكي ده نزل 3D 3D IMAX سينما مارك اكس دي ار بي اكس دولبي سينما. مايو 6 هينزل مايو 6 صحيح هينزل 6 مايو في امريكا وفي مصر هينزل 4 مايو 4 مايو او 5 مايو. احنا هننزل هينزل الفيلم قبل امريكا بيوم او بيومين عشان تبقوا عارفين. على فكره الحوار ده بيحصل كتير يعني مش اول مره تحصل يعني. لا ايه ده ايه العظمه دي؟ انا اكتر حاجه عجبتني الحاجات اللي كانت عماله تنط دي من الشاشه يعني تحفه ان هم يحطوها في التريلر يعني ايه ده. الفيلم ده هيبقى جامد فشخ يا جماعه. الفيلم ده هيبقى جامد فشخ يعني بجد حقيقي. فككوا من كل افلام العيد التانية اللي نازله بجد لازم ده تشوفوه. ده مش هاي اكسبكتيشن بس ده بص يعني غير ان هو ترقبي للفيلم 10 من 10 تمام يعني غير ان هو ترقب يعني ده ياخد قلبي ده حرفيا ياخد قلبي يعني فاهمين ازاي. ده انا لو دفعت له بتاع تذكره 200 جنيه حرفيا 100 جنيه او 200 جنيه يعني حلال في خد قلبي دكتور سترينج خد قلبي. انما التانيين يعني انا اسف مع كامل الاحترام يعني استرخص ان انا ادفع 30 جنيه في تذكره يعني معلش يعني انا اسف بس ده معلش ده حاجه تانية. ده يعني ده لازم يتشاف اي ماكس يتشاف ماكس يتشاف جولد يتشاف 4 دي اكس يتشاف 3 دي غير كده ما ينفعش يتشاف ستاندرد عشان تبقوا عارفين من دلوقتي يعني. فحضروا نفسكم يا جماعه يوم تاني يوم او تالت يوم العيد عندكم طلعه دكتور سترينج نازل انا بقول لكم اهو. بس دي بالنسبه لافلام عيد الفطر اللي هتنزل الافلام اللي احنا قلناها. بالنسبه للافلام العربي الثانيه لسه ما فيش اي اوفيشال تريلر نزل لسه ما فيش اي تيزر نزل سواء فيلم الجواهرجي العنكبوت ليله العيد فارس لسه اصلا مش عارفين اذا كان دول فور شور هينزلوا ولا لا. بس بالنسبه للافلام اللي احنا عملناها تريلر رياكشن دي هتنزل في العيد وش يعني. انا حاسس ان في فيلم كمان هينزل وخلاص يعني فككوا من دكتور سترينج يعني بكلمكم افلام عربي. هو تقريبا غالبا دايما افلام العربي بتبقى 3 افلام او 4 افلام يعني بس حاسس ان هيبقى في فيلم كمان ما اعرفش حاسس ان هو هيبقى العنكبوت حاسس. التريلر الاخير اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن دلوقتي وهو ملوش اي علاقه بافلام العيد سواء عربي او انجليش. هو تريلر لسه نازل من كام يوم بس انا لسه ما لحقتش اتفرج على التريلر بتاعه ولا عملت له تريلر رياكشن لان اكون صريح معاكم انا ما كنتش متحمس خالص ان انا اتفرج على الفيلم ده ولا اعمله حتى تريلر رياكشن بيكوز اي دونت كير اني مور يعني. وهو فيلم اسمه ثور لوف اند ثاندر وهو الجزء الجديد لفيلم ثور ومفروض ان الجزء ده ناتالي بورتمان اللي هي حبيبته هتبقى هي ثور وهتمسك الهامر وحاجات كده خرفانه. فانا يعني من قبل ما اشوف التريلر حاسه للاسف مش هيبقى حلو. هو اوفيشال تيزر عامه يلا بينا نشوف التريلر بتاع فيلم ثور لوف اند ثاندر. اوكي بس انا حسيت ان انا بتفرج على التريلر بتاع جارديان اوف ذا جالاكسي اكتر من انا كنت بتفرج على التريلر بتاع ثور ما اعرفش ليه يعني. الاغنيه اللي هم حاطينها دي جامده فشخ على فكره. دي مش فاكر كانت بتاعت مين جانز اند روزز ولا مش عارف كانت مين يعني بس الاغنيه دي عارفها يعني حلوه.
الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليني انا ممكن اتفرج على الفيلم ده يعني حاجه واحده بس، ان انا داخل اتفرج على الكيمستري اللي هتجمع ما بين ثور وستار لورد اللي هو كريس برات، يعني غير كده ما فيش، يعني مش عايز حاجه من الفيلم يعني. وبرضه مش عارف ليه مش عاجبني يعني سوري مش عاجبني الكاستيوم او الشكل النهائي بتاع ثور، بيفكرني بثور الجزء الاول والثاني، ما مش عارف ليه. عجبني اكتر الستايل اللبس او الستايل الشعر او الستايل اللي كان لابسه اكتر ثور في ثور راجناروك اللي هو الجزء اللي كان فيه مع هالك، يعني مش عارف ليه ما بقتش حاسس ان كريس هامسورث شكله حلو، مش شكله حلو، حاسه يعني حاسه انا اتعودت عليه بالستايل اللي هو الشعر الصغير مش الشعر الطويل يعني. طبعا حاسس ان التركيز كله هيبقى على ثورة البنت، ما اعرفش بقى هيبقى اسمها ايه، ثورة يعني ما اعرفش يعني، انا بهبد حرفيا بهبد ما اعرفش. برضو جارديان اوف ذا جالاكسي في الفيلم دي برضو حاجه تكون ممكن مشجعه سيكا مش قوي، بس يعني ماشي بس برضو مش حاجه انا مستنيها يعني صراحه، يعني مش حاجه زي مثلا دكتور سترينج مثلا، يعني من الاخر يعني حاجه مش زي دكتور سترينج اللي هو يا لهوي فيلم ثور هينزل وبتاع ويلا نحجز تيكت ويلا نخش والكلام ده كله، ما لا يعني مش للدرجه دي يعني. وعايز اعرف تايكا واتيتي المخرج، تايكا واتيتي اوكي ده نفس المخرج يا جماعه بتاع ثور راجناروك، هو كان برضو نفس المخرج واللي كان عامل فيلم مش عارف تفتكروه ولا لا، تايكا واتيتي اللي كان عامل فيلم اسمه ايه ده اسمه ايه الفيلم بتاع النازيين ده، جوجو رابيت، هو اللي كان طلع دور هتلر يعني. كويس والله كويس ان هو تايكا واتيتي يعني نفس المخرج بتاع ثور راجناروك يعني. الكاست ليست اللي معانا هم نفس طبعا الناس بتاع جاردن اوف ذا جالاكسي، تايكا واتيتي هو المخرج وهو عامل دور كورج اللي هو الهجمه اللي انتوا شفتوه اللي هو الصخر ده. بعد كده عندنا كارين جيلن اللي هي دور نابولا، وعندنا ناتالي بورتمان اللي احنا قلنا، ونفس بقى الكاست برادلي كوبر في دور روكيت، وكريس برات ومش عارف ايه في بيتر كويل اللي هو ستار لورد، وبعد كده ثور طبعا، وبعد كده فالكري اللي هي تيسا توماسون، وفي باتيستا دور دراكس، وعندنا راسل كرو في دور زوس اللي هو اللي شفتوه ده كان ماسك البتاع في ايده ده، زوس ده راسل كرو يعني بحبه فشخ الممثل ده بصراحه. هل هيكون في اسمه ايه لوكي؟ الله اعلم، بما ان لوكي ما ماتش يعني وعايش وعمل مسلسل وهيبقى فيه سيزون 2، بما ان تفتكروا ممكن هيكون في لوكي. نسيت اقول لكم هيبقى في كريستيان بيل كمان، كريستيان بيل هو الفيلم بتاع الفيلم اسمه جور ذا جاد بوتشر هو الجزار الالهي يعني من الاخر يعني. مش متحمس صراحه، مش متحمس مع الرغم ان التريلر برضو مش سخيف بس ظريف يعني، مش سخيف بس ظريف. ترقبي للفيلم 6/10 برضه، مش كتير اكون صريح معاكم يعني، ما اعتقدش هيبقى فيلم حلو زي ثور راجناروك يعني. انا عجبني ثور راجناروك جدا، كان لذيذ قوي 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 يعني، اولاني والتاني طبعا بصراحه كانوا بيقرفوا بصراحه، اكتر من التاني كمان كان اكتر من الاولاني كان وحش قوي قوي. اتمنى لوكي يطلع في الفيلم ده، اتمنى بصراحه. بس دي كانت حلقتنا النهارده، عملنا كمية تريلر رياكشن بالهبل، افلام العيد وثور لوف اند ثاندر. ما اعتقدش ان في تريلرز تانية نزلت شهدت الاهتمام بتاعت الناس او عايزين مثلا اعمل لها تريلر رياكشن، ما اعتقدش في تريلر تاني نزل يعني الواحد يستدعى انه يعمل له تريلر رياكشن، ما اعتقدش. بس دي كانت حلقتنا النهارده على هوم سينما ستيفلر رياكشن، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم فيديوها تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، متنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل الثانيه اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. باي باي.